خير الطيار، هذه الاستجابة خطوة على الطريق الصحيح وبداية جيدة لسماع صوت الثورة داخل مؤسسات الدولة المختلفة. وكذلك فإن تحقيق كامل أهداف الثورة المصرية وتنفيذ شعارها الذي هتفت به الملايين من شعبنا بوعي، إلى جانب إرساء قواعد الاستقلال الوطني واستقلال القرار، هي في مقدمة مشروعنا السياسي، بما يؤدي إلى إقامة دولة ديمقراطية حديثة يحكمها الدستور والقانون ويسودها العدل والمساواة وتسع جميع أبناء الوطن بلا استثناء. كما نؤكد على أن تيار المستقبل ينتظر المزيد من الاستجابات للمطالب المشروعة، وأنه سيظل معبراً بحق عن روح الثورة المصرية وساعياً لتوحيد القوى والتيارات الثورية والشبابية، وداعياً لها كي تكون كياناً قوي قادر على المضي قدماً من أجل إعلاء شأن الوطن. وفي هذا الصدد يدعو تيار المستقبل كافة القوى الثورية والسياسية لتوخي الحذر في النزول إلى الميادين لإحياء ذكرى محمد محمود، وأنه لا يجب أن تكون القوى الثورية نافذة يعبر من خلالها المتشددون لإحداث مزيد من الفوضى والاضطراب الذي لا يريده المخلصون من أبناء الوطن. كما يعلن التيار المستقبل وفور انتهاء إحياء ذكرى محمد محمود عن إطلاق حملة اعرف دستورك وشارك في صنع مستقبلك للتعريف بالدستور، ودعوة المواطنين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء عليه، وتحقيق أهم مبدأ من مبادئ الثورة وهي المشاركة الشعبية. مصر فوق الجميع. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.